بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طلابي الأعزاء، طلاب التوجيه جيل 2006، بإذن الله تعالى رح نبدأ إن شاء الله بشرح الكتاب Action Pack 12. وطبعا الشرح رح يكون متوفر موجود على جميع الشرح، شروحات الدروس رح تكون موجودة إن شاء الله بإذن الله تعالى للجميع. طلابي الأعزاء، وفقكم الله جميعا إن شاء الله. طبعا بداية خلنا نبدأ في الـ Students Book. بداية أول عندك هنا الـ First Semester، أول إشي Module 1. طبعا في الموديل 1 طبعا والكتاب كامل بشكل عام راح نتكلم عن انفورميشن تكنولوجي، راح نتحدث عن الانفورميشن تكنولوجي اللي هي تكنولوجيا المعلومات، هيلث الصحه، ايدكيشن، لانجويجز، بزنس الى اخره. طلابي الاعزاء، قبل ما ندخل في الموديل 1 لازم نحل اللي هو مسميه انيشال تيست، اللي هو الاختبار الاولي اللي موجود في الاكتيفيتي بوك. فقبل ما ندخل في هذا الدرس راح نضطر نحل الانيشال تيست، بعدين نبدا في الفيرست موديول. اوكي، طبعا التيست هو بيتضمن ايش؟ يعني اوفر فيو اوف فوكابولاري، مراجعه الكلمات، اند جراماتيكال ستراكشرز، بعض القواعد فروم ذا بريفيوس ليفلز، من المستويات السابقه اللي اخذناها من الصفوف السابقه اللي مرت معانا طلاب الاعزاء. هي عباره عن بدايه هيك شويه ريفرش لكم طلابي الأعزاء. طيب خلينا نروح على الأكتيفيتي بوك ونحل هذا الانيشال تيست، بعدين نرجع للموديول 1 ونتناقش في مواضيع الموديول 1. اوكي، في الانيشال تيست اول سؤال بيحكي لك تيك ذا وورد، يعني استبعد الكلمه، تيك ذا وورد، ضع علامه على الكلمه تيك ذا وورد ذات از ديفرنت، التي هي مختلفه. خلينا نشوف الكلمات اللي موجوده امامنا طلابي. اول شيء عندنا كلمة تراك، كلمة تراك بمعنى مضمار أو مسار في ملعب. تراك، رجبي، رجبي اللي هي لعبة الرجبي. كورت، كورت أيضا معناها ملعب، بيجي معناها ملعب، بيجي معناها محكمة، لكن هي كورت هنا مقصود فيها ملعب. بيتش، ملعب. لاحظ هون الكلمة المستثناة منهم، الكلمة اللي هي مختلفة عنهم different، تراك، كورت، بيتش، رجبي، اللي هي كلمة رجبي. إذن هاي الكلمة هي اللي بنحط عندها تيك. طيب خلينا نشوف نمبر 2، جورنالست. عندنا اول كلمه جورنالست اللي هي معناها صحفي. كليرك، كليرك بمعنى كاتب. ايضا عندي كلمه بلاي رايت، بلاي رايت ايضا كاتب مسرحي. ايضا عندك كلمه رينك، كلمه رينك. شوفوا اربع كلمات، جورنالست، كليرك، وكلمه ايش؟ رينك. اي كلمه فيهم مختلفه، اي كلمه لها معنى مختلف. خلينا نجي أول كلمة اللي هي إيش؟ كلمة كلاك، كلمة جورنالست، كلمة جورنالست بمعنى صحفي. طيب كلمة صحفي، إذا هاي كلمة عرفنا معناها. طيب الكلمة الثانية اللي هي كلمة كلاك، كلاك بمعنى كاتب، كلاك بمعنى إيش؟ كاتب. طيب كلمة الثالثة بلاي رايت، بلاي رايت أي بمعنى كاتب مسرحي. خلينا نشوف كلمة رينك، رينك بمعنى يتزلج، بمعنى يتزلج على أو حلبة تزلج، حلبة تزلج. إذن مين الكلمة المختلفة؟ Which one is different؟ الكلمة اللي هي كلمة drink. إذن هاي الكلمة نستبعدها، نحط عندها tick. Number 3، confident. confident شخص واثق من نفسه. tense متوتر، upset منزعج، worried قلق. طيب شوفوا الكلمات كلها مين الكلمة المختلفة عنهم؟ لاحظوا هون confident واثق من نفسه، tense متوتر، upset منزعج، worried بمعنى قلق. الكلمة المختلفة اللي هي كلمة confident، كلمة confident أي واثق من نفسه. لاحظوا كلهم بالمعنى السلبي، tense، upset، worried، ولكن كلمة confident بمعنى واثق من نفسه هي كلمة مش مناسبة أنها تكون مع هاي المجموعة من الكلمات. It is different from these words. طيب نروح على number 4، أوز. أوز اللي هي معناها مجداف، مجاديف القوارب. poet، poet شاعر، poet شاعر. bat، bat مضرب. goggles، goggles نظارات سباحة. لاحظوا أنتوا الثلاث أشياء هاي اللي هي أوز، bat، عفوا goggles اللي هي نظارات سباحة، وكلمة poet، poet بمعنى شاعر. مين الكلمة المختلفة عنهم؟ الكلمة المختلفة هي كلمة poet، كلمة إيش؟ شاعر. إذن هاي الكلمة تعتبر كلمة مستثناة
طلابي الأعزاء من الكلمات الأربع. نروح على number 5. Muscle, muscle بمعنى عضلة. Eyelet, skates, skates بمعنى زلاجات. Heartbeat اللي هو نبضة القلب. أوكي أي واحدة مختلفة لاحظوا. Muscle, eyelet, skates, heartbeat اللي هي كلمة skate. إذن هاي الكلمة مختلفة عن الأربع كلمات. Number 6. Wind, coal, gas, paper. لاحظ wind, coal, gas, paper. أي كلمة مختلفة. لاحظوا هاي كلها عبارة عن مصادر للطاقة. Wind, coal, gas. Wind اللي هي معناها رياح أو ريح. Coal اللي هو الفحم. Gas اللي هو الغاز أو البنزين. Paper اللي هو الورق. لاحظوا الكلمة المختلفة هي كلمة paper. هذا التمرين الأول. خلصنا من التمرين الأول. نروح على التمرين الثاني. السؤال الثاني. Question number two. احكي لك هون. Add one word. ضيف كلمة. From box A. من الصندوق A. لاحظ عندنا two boxes. A and B. Box A and one word from box B. إذن كلمة من البوكس A وكلمة من البوكس B. طيب. To complete each sentence. لإكمال كل جملة. لاحظوا عندنا تحت في جمل راح نكملهم. خلينا نشوف أول إشي الكلمات. لاحظوا get, look, meet, settle, take, wake. طبعا هاي طلابي الأعزاء هي عبارة عن phrasal verbs. phrasal verbs يعني بسميها شبه الفعل. الفعل بيجي معاه حرف جر أو بيجي معاه ظرف بنسميها phrasal verbs. phrasal verbs فعل زائد حرف جر. phrasal verbs بسميها. get طبعا الكلمة get بيجي معاها أول إشي. خليني نأخذ كلمة نأخذ كلمة get. أوكي get شو الكلمة المناسبة معاها اللي هي get started. لاحظوا get started إذا نحكي هون get started. get started. أوكي get started بمعنى يبدأ. get started بمعنى إيش يبدأ. طيب بعدين عندنا كلمة look. look around. look around بمعنى إيش ينظر حوله. إذا get started look around. meet meet up. meet up بمعنى يقابل أو يتقابل مع شخص. meet up. settle down. settle down بمعنى يستقر. يستقر في مكان أو في سكن. settle down. settle down. settle down. take أيضا كلمة take. take place بمعنى يحدث. take place. take place. take place. wake wake up يستيقظ. لاحظوا كيف تغير المعنى. هي get بمعنى يحصل لك. لما نحكي get started صارت معناها يبدأ. look ينظر. look around ينظر حوله. يبحث عن شيء ينظر حوله. meet meet up. settle settle down. take take place. لاحظوا take معناها يأخذ. لما صار معها كلمة place صار إلها معنى جديد. take place بمعنى يحدث. okay. wake up. wake up بمعنى يستيقظ. خلينا نشوف رقم واحد. number one من الكلمات. number one. tell me about the novel you're reading. أخبرني. كلمة tell me بمعنى أخبرني أو قل لي عن الرواية التي أنت تقرأها في صدد قراءتها. tell me about the novel you're reading. where does the story. where does the story أين القصة. الكلمة المناسبة من الكلمات. هل نحكي مثلا take place, get started, look around, meet up, settle down, take place, wake up. الكلمة المناسبة هي take place. إذا كلمة take place. إيش معنى السؤال؟ أين تحدث هذه القصة؟ ما يعني شو المكان الذي تحدث فيه أو take place؟ أوكي خلينا نشوف number two. number two هون I am sorry I am late. I am sorry I am late يعني أنا أعتذر أنا متأخر. I didn't early enough مبكرا كفاية. I didn't early enough. I didn't wake up. wake up بمعنى إيش يستيقظ. لم يستيقظ. number three when I graduate. كلمة graduate يعني أتخرج. from university من الجامعة. I would like to buy. أرغب بأن أشتري a house and لاحظ بيشتري بيت and settle down. settle down بمعنى يستقر في هذا البيت. إذن نحكي هون settle down يستقر في هذا البيت.
Number four, if you're free at the weekend, إذا أنت كنت فاضي في الويكند في العطلة نهاية الأسبوع, let's and go shopping together. Let's and go shopping. Let's meet up. خلينا نتقابل. Let's meet up and go shopping together. ونذهب للتسوق. Number five, I've never visited the museum. لم أزر المتحف. I'd like to go in and أرغب بأن أذهب and look around وأطلع على هذا المتحف. Look around, ينظر هناك. Look around. I've never visited that museum. I'd like to go in and look around. يعني يريد أن يذهب إلى المتحف ويطلع فيما داخل هذا المتحف ويأخذ نظرة, يلقي نظرة على ما داخل هذا المتحف. Number six, I've got a lot of homework. I've got a lot of homework. يعني لدي كثير من الواجب. So I think I should right now. I should what? I should get started. يجب علي أن أبدأ. I should get started. Right now. إذن لاحظوا طلابي الأعزاء كيف اخترنا الفريزل فيرب بناء على معنى الجملة. ننتقل للسؤال رقم number three, report. طبعا report اللي هو الكلام المنقول, نقل الكلام. يعني شخص تكلم جملة, أنت بدك تنقل هذه الجملة, سمي الكلام المنقول أو الكلام الغير مباشر. report the following statements. انقل العبارات التالية, يعني اعمل لها report. هذا طبعا درس report speech, هذا من الدروس المهمة. reported speech, reported speech. طيب الريبورت سبيتش, خلينا نشوف الجملة الأولى. Number one, I have some questions for you, منى. طبعا شخص قال هذه الجملة اللي هي نور. نور told منى, نور told منى, أخبرت منى. الآن لاحظوا أنا كيف بدي أنقل هذه الجملة. الجملة بدي أغير صيغة الكلام. الآي ما بتضلها زي ما هي. طبعا هذا الريبورت سبيتش درس راح نشرحه إن شاء الله بالتفصيل كامل, لكن بدنا نحل الأسئلة هاي الموجودة أمامنا وانتبهوا لطريقة الحل. فبحكي مثلا الجملة الأولى that, نبدأ that, لازم نكتب كلمة that. نور, نور told منى that. الآن كلمة I ما بخليها I, بتصير she, بناء على أن المتحدث مين؟ نور. طيب لو كان متحدث اسم مثلا علي, أحمد إلى آخره, فبنحكي he. تمام. فنور told منى that she. الآن كلمة have هي في المضارع, لازم أحولها للماضي. إذن هاي من تحويلات الريبورت سبيتش, بحول الضمائر, بحول الأفعال. إذا كانت مضارع بتصير ماضي. فكلمة have she had, she had that she had. وبكمل some questions, تكملت الجملة some questions for. الآن لاحظوا هون كلمة you, هي بتحكي لها for you. الآن بنحولها إلى for her. أوكي؟ طيب نشوف الجملة الثانية. I've lived in Amman for 6 years. يعني سكنت في عمان لمدة 6 سنوات. I've lived, طبعا I've هي اختصار have, هذه الكلمة هي اختصار إيش؟ اختصار كلمة have. I've lived in Amman for 6 years. Sami said that. الآن كلمة I تتحول إلى he, that he. Have بتصير had. وانتبهوا طلابي الأعزاء, إذا حولت الفعل المساعد ما بحول الكلمة اللي وراه, تبقى كما هي. فبحول فقط have تصبح had. خلص that he had lived, that he had lived in Amman, in Amman for 6 years, for 6 years. Okay. Number three, yesterday. أيضا الظروف والحال يتم تحويل. مثلا yesterday فبتصير the day before. Yesterday نحولها the day before. الفعل الماضي يحول إلى الماضي التام. هاي من قواعد الريبورت سبيتش, راح نشرحها بشكل مفصل أكبر, لكن خذوا فكرة الآن اللي هي yesterday لازم أحولها إلى إيش؟ إلى the day before. Yesterday بتصير the day before. فبنحكي هون طبعا ممكن طبعا yesterday بتخليها في الأخير لما تحول الريبورت. فبنحكي هدى, نقرأ الجملة. Yesterday I bought all the ingredients for a chocolate cake. Ingredients اللي هي مكونات, chocolate cake اللي هي كيكة الشوكولات. أوكي طيب نبدأ نحول فيها. هدى told me, أخبرتني that, that. نبدأ ال I بتحول إلى she, that she. إلا لاحظ كلمة bought هي في الماضي, بحولها إلى الماضي التام. طب شو هو الماضي التام؟ هو عبارة عن had
زائد فيرب 3 من بوت نفسها had bought had bought. اوكي بهذا الشكل had bought. طيب حولنا هذا الكلام all the ingredients all نكمل هون all the ingredients for a chocolate cake لكيكة الشوكولاتة a chocolate cake. اوكي لا بنيجي بنرجع لكلمة yesterday yesterday اللي هي بنحولها the day before يعني من تحويلاتها the day before أو the previous day نأخذ هذا التحويل the day before نكتبه مباشرة the day before اليوم اللي قبل هاي اللي هي تحويلة الريبورت سبيتش. إذا yesterday I bought all the ingredients for a chocolate cake تصبح الجملة Huda told me that she had bought all the ingredients for a chocolate cake the day before. خلينا نشوف الجملة الرابعة number four I really enjoyed. لاحظوا الفعل عندي هون فعل ماضي. إذا من قواعد الريبورت سبيتش تحويل الفعل الماضي إلى ماضي تام. طبعا الريبورت سبيتش أهم قاعدة له أنك تحول الفعل إلى الفعل الماضي تحويل الضمائر تحويل الظروف مثلا yesterday tomorrow وهكذا. The book that I finished this month خلينا نحولها Tarek said that نكتب كلمة that الآن كلمة I بنحولها إلى he that he وبنكمل that he الآن لاحظوا عندي كلمة really enjoyed احنا حكينا انه كلمة enjoyed هي فعل ماضي بدنا نحولها الى الماضي التام. طب شو شكل الماضي التام؟ هو عبارة عن had زائد past participle او verb 3 التصريف الثالث للفعل. طيب كلمة really اللي هي من الظروف تأتي بين had و verb 3 يعني تيجي في هذا المكان فكيف بده يصير الحل؟ that he had really enjoyed التصريف الثالث من enjoy هو نفسه enjoyed that he had really enjoyed. انتبهتوا لهذه طلابي الاعزاء بعيدها مره ثانيه. الباست بيرفكت اللي هو طبعا الماضي التام هو شكله او صيغه الفعل بتكون على had وverb 3 وراها. في هون عندنا adverb adverb اللي هو ظرف او حال لازم الادفرب يجي ما يجي لا قبل had ولا بعد التصريف الثالث لازم يجي بين had وبين verb 3 هيك ترتيب الكلام. فما بصير احكي مثلا had enjoyed really او مثلا really had enjoyed I really had enjoyed لا I had really enjoyed I had really enjoyed بيجي الحال او الظرف بين had وبين ايش بين التصريف الثالث فبنحكي that he had really enjoyed the book استمتع بالكتاب the book that الان بنرجع كمان ايضا I تحويلها بتصير he that he وبنكمل بعديها that he أيضا عندنا كلمة finished بنحولها إلى past perfect فشو بتصير that he had finished الآن عندي كلمة this تحول إلى that كمان this تحول إلى that he had finished that morning أو that morning طبعا ذلك الصباح that morning. لاحظوا طلابي الأعزاء التحويلات اللي تمت معي. لاحظوا هون إني عندي هون كلمة had وenjoyed نفسها. أيضا انتبهوا لكلمة this هاي تحولناها إلى that. كلمة I حولناها إلى he. هاي لازم الطالب يكون عارفهم. طبعا في الدرس في شرح الريبورت سبيتش كل هذا راح يتم شرحه بالتفصيل كامل. يعني هو فقط أنا راح أعرفك شو الأشياء اللي تحولها. يعني كلمة yesterday بتحولها the day before. كلمة tomorrow مثلا the day after أو the next day أو the following day كل هنا دول لهم جدول طبعا راح أعطيك إياهم وإنت تدرسهم جيدا وتبدأ نحل عليهم تمارين إن شاء الله كثيرة. ولذلك هذا التمرين شوفوا هذا موجود في الانيشال تيست في الاختبار الأولي. شوفوا الطالب اللي مثلا اللي بيطنش مثلا انيشال بيحكي لك هذا انيشال تيست مش مطلوب معي بالتوجيه مثلا لكن شوفوا هذا السؤال انيشال تيست هو نفسه درس ريبورت سبيت موجود في يونت 1 تمام. فلاحظوا الطلاب الاعزاء كل شيء في الكتاب يعني موضوع بطريقه انه الطالب مطالب فيه لو بطريقه يعني انه كمان انت مثلا هون الريبورت سبيتش الدرس كمان معك ريبورت سبيتش. خلينا نشوف رقم نمبر 5 my favorite subject this year is chemistry حسين told me
ذات، نبدأ نكتب ذات، نحب نرجع القلم نشيل هاي. اوكي ذات، اوكي نيجي على كلمة ماي. ماي أيضا من الضمائر التي تحول إلى، إذا كان بتحدث عن مذكر فبنحكي هز، إذا كنت بتحدث عن مؤنث نحكي هير، تمام. ماي تصبح ذات هز، لاحظوا تحويلاتها هز. إذن هاي كمان من الأشياء اللي راح تأخذها بالريبوزيتوري، اللي هو كلمة ماي بتتحول إلى هز، سجلها عندك ماي هز. إذا كان إذا كنت بتكلم عن مذكر، إذا كنت بتكلم عن مؤنث هير، تمام. حسين told me that his favorite subject، المادة المفضلة عنده subject. okay this، لأن كلمة this احنا حكينا انه كلمة this تحول الى that، هاي كمان من الاشياء اللي لازم انا اكون عارفهم. this تحول الى that، that his favorite subject. that year، تلك السنة. that year، لاحظوا عندي هون فعل is، هذا الفعل is فعل مضارع، الفعل المضارع يحول الى ماضي، المضارع يحول الى ماضي، هاي كمان من قواعد الريبورت سبيتش. اذا is تصبح was، that that this year was chemistry، كان الموضوع المفضل عنده او المادة المفضلة عنده هي مادة الكيمياء. شوف كيف صارت الجملة، حسين told me، أخبرني أو قال لي حسين، told me that his favorite subject that year was chemistry. هذا السؤال كان عن الـ reported speech في الـ initial text. خلينا نشوف السؤال رقم 4. Find 6 natural sources of power، جد 6 مصادر طبيعية، natural طبيعي، sources of power للطاقة، circle them and write down them. معطيك هون لاحظوا كلمات حروف بجانب بعض، فبحكي لك ضع دائرة على هاي الكلمات. أول إشي طبعا عندنا كلمة fossil، هاي كلمة fossil fuels، هاي الكلمة شايفينها fossil fuel، أوكي خلينا نحطها باللون اللون الأصفر fossil fuel، هاي هي أول كلمة fossil fuel. أوكي طيب عرفنا الكلمة الأولى، خلينا نكتبها أول واحدة fossil fuel، حط هون fossil فيول اللي هو معناها فاصل فيول، اللي هو الوقود الأحفوري، اللي هو زي البترول والنفط والغاز الطبيعي أو الفحم، فاصل فيول. طيب أيضا الكلمة ثانية اللي هي كلمة ويند، خلينا نشوف كلمة ويند، لاحظوا هون عند هاي كلمة، هاي كلمة ويند اللي هي معناها الرياح أو الريح، كلمة ويند وضعها أيضا في هذا المكان. أوكي كلمة ويند، هاي كلمة ويند. إذا نجي من هون نكتب مرة ثانية، نكتب رقم 2 اللي هي كلمة wind. طيب أيضا كلمة water، لاحظوا هاي الكلمة، هاي كلمة water، هاي كلمة water، كلمة water، نيجي نحط عليها دائرة نعلمها مظبوط، كلمة water، لاحظوا هون هاي كلمة water، وبنكتبها في هذا المكان water اللي هو الماء. أيضا من الكلمات الموجودة في هذا هذه الحروف هي كلمة wood، لاحظوا كلمة wood اللي هي معناها الخشب wood. أوكي خلينا نعلم عليها wood. أوكي بعد ذلك خلينا نشوف كمان في كلمات موجودة معانا، كلمة waves، هاي كلمة waves، waves وبنكتبها في هذا المكان waves. أوكي شوفوا هون كمان شو الكلمة اللي ممكن نستخرجها، كلمة solar energy اللي هي الطاقة الشمسية، solar energy، لاحظوا هون solar energy بكتب في هذا المكان solar energy يعني الطاقة الشمسية solar. إذن لاحظوا طلابي الأعزاء هاي الكلمات الموجودة اللي هي 6 sources يعني 6 مصادر للطاقة، 6 مصادر لإيش؟ للطاقة، fossil fuel, wind, water, wood, waves, solar energy.